أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية. غادي نخصصوا هاد الحصة لنموذج آخر للامتحان باش يسهل عليكم اجتياز الاختبار في أحسن الظروف. ونبدأ بالسؤال الأول. أضع داخل الإطار الكلمة المتضمنة لأحد الحروف الآتية. أضع داخل الإطار الكلمة المتضمنة لأحد الحروف الآتية. شنو مطلوب منا في هذا السؤال؟ تفضلي سلمى. نكتبوا كل الكلمات اللي فيهم الحروف نكتبوهم في الإطار. صحيح، تبارك الله عليك. الكلمات اللي عندنا هذه الحروف، إذا كانوا هذه الحروف كيتضمنوا في هذه الكلمات نكتبوهم داخل الإطار. ونبداو بقراءة الكلمات، قراءة الحروف عفوا، مع إلياس. تفضل إلياس. ح ث ف ظ ه. تبارك الله عليك إلياس. الآن قرأوا الكلمات. تفضلي سلمى، قرأي الكلمة الأولى. أحافظ. تبارك الله عليك سلمى. الآن تقلوا الكلمة الموالية مع خديجة. تفضلي خديجة. الوقاية. تبارك الله عليك خديجة. انتقلوا الكلمة الثالثة مع زهرة. تفضلي زهرة. ثمار. صحيح. الكلمة الموالية مع خالد. تفضل خالد. مهرجان. تبارك الله عليك. والكلمة الأخيرة مع فاطمة. تفضلي فاطمة. إحسان. تبارك الله عليك فاطمة. الآن نشوفوا الحرف الأول. ح، حرف الحاء مع السكون. ح، فين كاين في هاد الكلمات؟ تفضلي فاطمة. إحسان. صحيح، كيتواجد في كلمة إحسان ونكتبوه داخل الإطار. الآن انتقلوا الحرف الموالي ثي. حرف الثاء مع الكسرة. ثي، هذا الحرف فين كيتواجد في هاد الكلمات؟ تفضلي خديجة. ثمار. صحيح، كيتواجد في كلمة ثمار ونكتبوه داخل الإطار. الآن انتقلوا الحرف الموالي فا. فا، حرف الفاء مع الفتحة والمد بالألف، فين كيتواجد هذا الحرف في هاد الكلمات؟ تفضل خالد. ما كاينش. صحيح، هذا الحرف ما كاينش في هاد الكلمات اللي عندنا. هنا طبيعة الحال عندنا حرف الفاء ولكن بالكسرة. هنا عندنا حرف الفاء مع الفتحة والمد بالألف. الآن انتقلوا الحرف الموالي ذو. ذو، هذا الحرف فين كيتضمن في هاد الكلمات؟ تفضل إلياس. أحافظ. صحيح، أحافظ ونكتبوه داخل الإطار. الآن ننتقلوا الحرف الأخير ه. ه، حرف الهاء مع السكون، فين كيتواجد في هاد الكلمتين؟ تفضلي زهرة. مهراجة. مهرجان. مهرجان. صحيح، زهرة مهرجان، كيتواجد في وسط الكلمة ونكتبوه داخل الإطار. الآن بقات لنا خارج الإطار الوقاية، حيت هنايا ما عندنا حتى شي حرف كيتضمن في هاد الكلمة. الآن غادي نقرأ الكلمات ورددوا من بعدي. إحسان. إحسان. ثمار. ثمار. أحافظ. أحافظ. مهرجان. مهرجان. تبارك الله عليكم. والآن تقلوا التمرين الموالي. أملأ الفراغ بالحرف المناسب. أملأ الفراغ بالحرف المناسب. شنو مطلوب منا في هذا التمرين؟ تفضل خالد. نكملوا الحروف اللي خصها. نكملوا الكلمات. الكلمات اللي خصها الحروف ديالها. نكملوا الكلمات بالحرف المناسب. نقراو الحروف ونبداو بالحرف الأول مع سلمى. تفضلي سلمى. قي. الحرف الموالي. ف. صحيح، اللي من بعده. لي. صحيح، موالي. را. صحيح، والأخير. ذا. صحيح. الآن غادي نقرأ الكلمات اللي نقصها الحروف باش يسهل عليكم تعرفوا على الحرف المناسب لكل كلمة. زيا، وعندنا فراغ في الوسط. تون. زيا، فراغ في الوسط. تون. نا، وعندنا فراغ في الوسط. فاتون. نا وفراغ في الوسط. فاتون. تا،
ن، وعندنا كذلك فراغ في الوسط طن، تا ن وفراغ طن. مو فراغ بيرون، مو فراغ بيرون. والآن شوفوا الكلمة الأخيرة ح وفراغ في الوسط بون، ح وفراغ في الوسط بون. الآن تقلوا الكلمة الأولى، شكون يعاود يذكرنا الحروف اللي فيها؟ تفضل خالد. زي يا وفراغ تون. أتكتبوا على الألواح الكلمة مع الحرف المناسب لها. وحتى أنتم أخواتي إخواني المشاهدين نجزوا معنا التمرين. رفعوا الألواح. ميلي فاطمة اللوحة ديالك شوية، ميليها باش تبان. صحيح تبارك الله عليكم، انتبهي فاطمة غادي توضعي الفتحة من فوق حرف الراء. تبارك الله عليك. تفضلي سلمى، شنو هو الحرف المناسب لهاد الكلمة؟ حرف الراء. ونوضعوه مكان النقط. وشنو الكلمة اللي حصلت عليها؟ زيارة. صحيح، رددوا من بعدي زيارة. زيارة. تبارك الله عليك فاطمة. الآن تقلوا الكلمة الثانية. تفضلي زهراء قري لنا حروف الكلمة الثانية. ن، وعندنا فرا ف ف تون. تبارك الله عليك زهراء. الآن غادي تكتبوا هذه الكلمة على الألواح مع الحرف المناسب لها من بين الحروف اللي عندنا بالأحمر. رفعوا الألواح. صحيح تبارك الله عليكم زهرة، انتبهي حرف الظاء شنو عنده هنا في الأخير؟ المد بالألف، كتبيه صافي. تبارك الله عليك زهرة. تفضل إلياس، شنو هي شنو هو الحرف المناسب لهذه الكلمة؟ الحرف المناسب هو ظا. صحيح ظا، ونوضعوه مكان النقط. وشنو هي الكلمة اللي حصلت عليها؟ نظافة. تبارك الله عليك إلياس، رددوا من بعدي نظافة. نظافة. صحيح. الآن تقلوا الكلمة الثالثة. تفضل خالد قرأ لنا حروف الكلمة الثالثة. تا ن، وعندنا فراغ طن. طن. عفوا. صحيح طن. الآن غادي تكتبوا الكلمة على الألواح مع الحرف المناسب لها. وانتبهوا عندنا الحروف كاين اللي فيها غير حرف واحد وكاين اللي فيها حرفين، يعني غادي تشوفوا المناسب لكل كلمة. رفعوا الألواح. صحيح تبارك الله عليكم. انتبه خالد، هنا عندنا في حرف القاف الكسرة ماشي الفتحة. كذلك زهرة، هنا في وسط الكلمة غادي شنو الحرف اللي المناسب اللي غنوضعوه خديجة؟ قي. يعني الحرف المناسب زهرة لهذه الكلمة هو قي، ونوضعوه مكان النقط. تفضلي خديجة قرأ لنا الكلمة اللي حصلت عليها. تنقيط. صحيح، رددوا من بعدي تنقيط. تنقيط. صحيح. الآن تقلوا الكلمة الموالية. تفضلي سلمى قرأ لنا حروف الكلمة. مو فراغ بي رون. بيرون. صحيح. الآن غادي تكتبوا على الألواح الكلمة مع الحرف المناسب لها.
رفع الألواح. انتبه خالد، حرف الثاء من فوق منه حركة ديال الفتحة ما كتبتيهاش. صحيح، تبارك الله عليكم زهرة. حرف الثاء شحال فيه من نقطة؟ الثاء. حرف الثاء ثلاثة ديال النقط، صحيح. إذا شنو هو الحرف اللي غادي نكتبوه مكان النقط؟ تفضلي زهرة. ثاء. ثاء. كيف ما كنشوفوا هنايا الثاء مع المد بالالف ونكتبوه مكان النقط. وشنو هي الكلمه اللي حصلتي عليها؟ مثابر. مثابر صحيح، رددوا من بعدي. مثابر. مثابر. الان تقلوا الكلمه الاخيره. تفضل خالد، قرا لنا حروف الكلمه الاخيره. ح. فراغ. بون. تبارك الله عليك خالد، غادي تكتبوا على الالواح الكلمه مع الحرف المناسب لها. رفعوا الألواح. تبارك الله عليكم، يلا. صحيح، يلا زهرة. هذاك حرف الحاء، شوفي انتبهي كيتكتب بهذا الطريق. صافي زهرة. تفضل إلياس، شنو هو الحرف اللي غادي نوضعوه مكان النقط؟ لي. صحيح، وشنو هي الكلمة اللي حصلتي عليها؟ حليب. صحيح إلياس، تبارك الله عليك، رددوا من بعدي. حليب. حليب. تبارك الله عليكم. والآن تقلوا التمرين الموالي. أرتب الحروف لأكون كلمات. أرتب الحروف لأكون كلمات. شنو مطلوب منكم في هذا التمرين؟ تفضل خالد. رتبوا الكلمات باش نكونوا منها، رتبوا الحروف باش نكونوا منها كلمة. تبارك الله عليك خالد، نرتبوا الحروف باش نكونوا كلمة مفيدة. نقراو حروف الكلمة الأولى. تفضل خالد. أن. ب. أ. نا. تبارك الله عليك خالد. الآن تقل الحروف الكلمة الثانية مع خديجة. تفضلي خديجة. ظا. ني. من. تبارك الله عليك خديجة. حروف الكلمة الثالثة مع سلمى. تفضلي سلمى. ش. بن. رو. ما. تبارك الله عليك سلمى. حروف الكلمة الرابعة والأخيرة مع إلياس. تفضل إلياس. من. لو. ع. ت. تبارك الله عليك إلياس. الآن نرجعوا الحروف الكلمة الأولى. عندنا أن. ب. أ. نا. غادي ترتبوا هذه الحروف على الألواح وتكتبوا كلمة مفيدة. أون. ب. أ. نا. وحتى أنتم أخواتي إخواني المشاهدين انجزوا معنا التمرين. رفعوا الألواح. يلا خليل، انتبه خليل، انتبه. عندنا أربعة ديال الحروف. شنو هي الكلمة اللي حصلتي عليها خديجة؟ أبناء. صحيح، أبناء. كنوضعوا حرف الألف هو الأول، من بعده حرف الباء والنون مع المد بالألف، وعاد الهمزة في آخر الكلمة. أبناء. رددوا من بعدي. أبناء. صحيح. الآن تقلوا الحروف الكلمة الثانية. ذا. ني. من. ذا. ني. من. هترتبوا هذه الحروف على الألواح وتكتبوا كلمة مفيدة. عندنا ثلاثة ديال الحروف. ذا. ني. من. رفعوا الألواح.
سلمى حاولي تقدي الميم يكون خط مستقيم، كذلك خالد حرف الميم قدو. تفضلي زهرة. عندنا حرف النون، هنا النون كتكون النقطة من الفوق، صافي؟ صحيح. شنو هي الكلمة اللي حصلنا عليها؟ تفضل إلياس. نظام. صحيح، ونكتبوها مكان النقط. عندنا حرف النون هو الأول، من بعده الضاء مع المد، وحرف الميم هو الأخير. نظام. رددوا من بعدي. نظام. صحيح. الآن تقلوا الحروف الكلمة الثالثة. ش بن رو ما. كتبوا على الألواح، رتبوا على الألواح هاد الحروف وكتبوا كلمة مفيدة. رفعوا الألواح. انتبهي فاطمة، حرف السين والشين كيكون فيه ثلاثة ديال سنينات كيف ما شفنا من قبل. كذلك انتبه خالد، حرف الراء مع الضمة والمد بالواو. تفضلي سلمى، شنو هي الكلمة اللي حصلنا عليها؟ مشروب. صحيح، مشروب، ونوضعها مكان النقط. بدينا بحرف الميم، من بعد حرف الشين والراء مع الضمة والمد، وحرف الباء في آخر الكلمة. مشروب. رددوا من بعدي. مشروب. صحيح. والآن تقلوا الحروف الكلمة الرابعة والأخيرة. من لو ع تا. ترتبوا هاد الحروف وتكتبوا الكلمة على الألواح. عندنا مون لو ع تا. ارفعوا الالواح. صحيح. انتبه انتبه خالد، حرف اللام فيه الشده، الشده عند الضمه. زهره. صحيح، تبارك الله عليك زهره. اذا شنو هي الكلمه اللي حصلنا عليها خالد؟ تعليم. لا، تاع لومون. صحيح، تعلم، ونكتبوها مكان النقط. بدينا بحرف التاء، من بعده حرف العين، اللام والميم في آخر الكلمة. تعلم. رددوا من بعدي. تعلم. تبارك الله عليكم. والآن تقلوا التمرين الأخير. أضع علامة في أمام السلوكات الإيجابية. أضع علامة في أمام السلوكات الإيجابية. شنو المعنى ديال هاد السؤال؟ شنو مطلوب منا؟ تفضلي خديجة، شنو مطلوب منا؟ نوضعوا علامات السلوك اللي صحيح. صحيح، تبارك الله عليك خديجة. الإيجابي يعني السلوك اللي صحيح. السلوكات عندنا أربي، العبارة الأولى، أربي أبنائي على احترام الناس وتوقيرهم. العبارة الثانية، أحافظ على نظافة بيتي وحيي. العبارة الثالثة والأخيرة، لا أزور إلا من زارني من أقاربي. الآن نرجع للعبارة الأولى. تفضل إلياس قرأها لنا. أربي أبنائي على احترام الناس وتوقيرهم. تبارك الله عليك إلياس، واش هذا السلوك إيجابي أم لا؟ يعني واش غادي نوضعوا العلامة أم لا؟ غنوضعوا علامة. وعلاش؟ لأن تربية الأبناء خصنا نديرو نعلموهم الأخلاق باش يحترموا الناس جميعا، باش يحترموا الناس، باش يحترموا الآخرين. صحيح، تبارك الله عليك إلياس، ونوضعوا العلامة. الآن تقلوا العبارة الثانية مع سلمى. تفضلي سلمى. أحافظ على نظافة بيتي
وحيي. تبارك الله عليك. واش هاد السلوك، واش هاد السلوك ايجابي ام لا؟ نعم ايجابي. يعني غادي نوضعوا العلامه؟ نعم نوضعوا العلامه. وعلاش هاد السلوك ايجابي؟ حيت خاصه نحافظوا على نظافه البيت ديالنا ولا الحي. تبارك الله عليك. يعني خصنا نحافظوا على البيت ديالنا وحتى المحيط ديالنا. الان تقلوا العباره الاخيره مع خالد. تفضل خالد. لا ازور الا من ازارني. زارني. زارني من الاقارب. من اقاربي. من اقاربي. واش هذا السلوك ايجابي ام لا؟ لا. وعلاش؟ حيت خصني نزور واخا ما يزورنيش الانسان خصني نزورو. تبارك الله عليك خالد. دائما كيف ما شفنا من قبل خصنا نبادروا بزياره اقاربنا واهلنا، سواء اللي كيزورونا واللي ما كيزوروناش، لان ذلك فيه خير كثير وما غاديش نوضعوا العلامه. وبهذا اخواتي اخواني نكون وصلنا لنهايه حصه ماده القراءه والكتابه والمهارات الحياتيه. وفي الحصه المقبله ان شاء الله غادي نجزو نموذج اخر من الامتحان. والان نبقاو مع ماده التربيه الاسلاميه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة التربية الإسلامية. غادي نستمروا في هذه الحلقة إن شاء الله في إنجاز نماذج من الامتحانات، ونبداو على بركة الله بالتمرين الأول. شوفوا التمرين على الشاشة. كيقول التمرين: أربط بسهم بين الكلمة أو العبارة والمعنى المناسب. نشوفوا الكلمة أو العبارة، ثم عندنا المعاني. نقرأ الكلمات والعبارات اللي عندنا. أن العبارة الأولى: يوم الدين، قريش، والعصر. والعبارة الأخيرة: كالعهن المنفوش. وعندنا المعاني اللي في الجهة المقابلة ديالها، نقرأهم: يقسم الله تعالى بالزمان، كالصوف المتطاير. أن المعنى الثالث: يوم الحساب والجزاء. والمعنى الرابع والأخير: قبيلة من أعرق القبائل في مكة. إذن نطلب منكم أعزائي في هذا التمرين أنكم تصلوا بخط ما بين الكلمات أو العبارات القرآنية اللي عندنا في هذا الجانب والمعاني ديالها اللي كتقابلها. إذن نشوفوا الآن العبارة الأولى، ونبدأ مع زهرة. تفضلي زهرة، قرأي لنا العبارة. يوم الدين. يوم الدين. يوم الدين، جيد. شنو المعنى ديال يوم الدين زهرة؟ يوم الحساب والجزاء. جيد زهرة، تبارك الله عليك. يوم الدين معناها يوم الحساب والجزاء. شوفوا الآن الكلمة الثانية. خالد تفضل قرأ لنا الكلمة. قريش. جيد، قريش بالتنوين. وشنو قريش معناها خالد؟ قبيلة من أعرق قبائل في مكة. جيد خالد. قريش كيف ما تعرفنا هي قبيلة من أعرق القبائل اللي كاينة في مكة، ونصير بيناتهم بخط. شوفوا الآن الكلمة الثالثة اللي كتظهر أمامكم على الشاشة. تفضلي سلمى قرأي لنا الكلمة. والعصر. نعم والعصر. وشنو معناته والعصر؟ يقسم الله تعالى بالزمن. جيد، يقسم الله تعالى بالزمان. وغادي نربطو بيناتهم به خط. نشوفوا الآن. نعم عندنا خديجة، تفضلي قرأي لنا العبارة. كالعهن المنفوش. نعم كالعهن المنفوش، معناها كالصوف المتطاير. طبعا كالصوف المتطاير هو المعنى ديال كالعهن المنفوش. جيد تبارك الله عليكم. إذا من بعد ما انجزنا التمرين الأول نمر الآن للتمرين الثاني. أتمم الآيات بما يناسب. عندنا أربعة ديال الكلمات أو العبارات اللي ملولين باللون الأحمر: ماكول، اليقين،
المستقيمة ما أعبد. وعندنا هنا أربعة ديال الآيات، نقرأ الآية اهدنا الصراط، خصنا التتمة ديال هذه الآية، ولا أنتم عابدون، وعندنا كذلك فراغ اللي خصنا نملؤه، فجعلهم كعصف، كذلك عندنا فراغ، ثم الآية الرابعة والأخيرة، ثم لترونها عينا، وخصنا تتمة ديال هاد الآية. إذن المطلوب منكم أنكم تقرأوا كل آية وتملؤوا الفراغ بالكلمة أو العبارة المناسبة اللي كتكمل لنا الآية القرآنية. إذن من بعد ما فهمتوا المطلوب نبدأ بالآية الأولى. نعم، نقرأ الآية اهدنا الصراط. فاطمة باش غادي نكملوا هذه الآية؟ اهدنا الصراط المستقيم. جيد، اهدنا الصراط، والكلمة اللي ناقصة هي المستقيمة. جيد فاطمة، نشوفوا الآن الآية الثانية. إلياس تفضل قرأ لنا الآية. ولا أنتم عابدون. جيد إلياس، وشنو الكلمة أو العبارة اللي ناقصة هنا يا إلياس؟ ما أعبد. جيد، ما أعبد، تفضل عاود قرأ الآية كلها. ولا أنتم عابدون ما أعبد. جيد إلياس، بارك الله عليك. نشوفوا الآن الآية الثالثة ما قبل الأخيرة. نعم زهرة، فجعلهم كعصف، شنو الكلمة اللي ناقصة في هذه الآية؟ واش هي؟ ماكل. نعم، أعيدي زهرة. ماكل. ماكول. ماكول هي الكلمة اللي ناقصة، تبارك الله عليك. أعيدي قراءة الآية زهرة. فجعلهم كعصف ماكول. جيد، فجعلهم كعصف ماكول، تبارك الله عليك زهرة. وبقت لنا الآية الرابعة والأخيرة. نعم تفضل خالد قرأ لنا الآية. ثم لترونها عينا. ثم لترونها عينا، وعندنا الفراغ، شنو الكلمة المناسبة لهذا الفراغ خالد؟ اليقين. اليقين، تبارك الله عليك. إذن قرأ لنا الآية كاملة. ثم لترونها. نعم انتبه، لترونها. لترونها عين اليقين. جيد، عين اليقين، تبارك الله عليكم جميعا. إذن نشوفوا الآن التمرين الثالث. كيقول التمرين أجيب بنعم أو لا. عندنا هنا مجموعة من العبارات غادي نقراوهم وغادي نجاوبوا في الخانة الفارغة إما بنعم إلا كنا متفقين مع العبارة، أو لا إلا ما كناش متفقين مع المغزى ديالها. إذن عندنا هنا العبارات، نقرأ العبارات ونتبهوا. نحتمي بالله تعالى من شياطين الإنس والجن. العبارة الثانية، يصدق بالجزاء من ينهر اليتيم ويقهره. والعبارة الثالثة، ينفق المؤمن من المال رجاء الثواب والأجر. والعبارة الرابعة والأخيرة، يقسم الله تعالى بالمخلوقات التي تدل على عظمته. إذن من بعد ما فهمنا المطلوب وقرينا العبارات نبدأ الآن بالعبارة الأولى. نقرأ العبارة مرة أخرى. نحتمي بالله تعالى من شياطين الإنس والجن. نعم، توجه الآن بسؤال فاطمة، شنو غنوضع فاطمة؟ نعم أو لا؟ نعم. نعم تبارك الله عليك. إذن غنكتب نعم أمام هذه العبارة. جيد فاطمة، العبارة الثانية، سلمى تفضلي قرأي لنا العبارة. يصدق بالجزاء من ينهر اليتيم ويقهره. جيد، يصدق بالجزاء من ينهر اليتيم ويقهره، يعني اللي كينهر اليتيم وكيقهر اليتيم وكياكل ليه المال ديالو راه كيصدق بالجزاء وكيآمن به. واش هذه الجملة صحيحة أم لا؟ لا ما متفقاش. وعلاش اختاريتي لا سلمى؟ اللي تيآمن بالجزاء غادي يكرمو اليتيم ويحن عليه. جيد تبارك الله عليك. إذن غنوضع لا أمام هذه العبارة.
شوفوا الآن العبارة ما قبل الأخيرة. نعم خديجة تفضلي قرأ لنا العبارة. ينفق المؤمن من المال رجاء ثواب. نعم. والأجر. والأجر. نعم رجاء الثواب والأجر. واش متفقة مع هذه العبارة أو هذه الجملة أم لا؟ نعم. نعم إذن نوضع نعم أمام هذه العبارة. جيد تبارك الله عليك خديجة. شوفوا الآن العبارة الرابعة والأخيرة. يقسم الله تعالى بالمخلوقات التي تدل على عظمته. واش هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ واش غادي نديروا نعم أم لا؟ نعم فاطمة تفضلي. نعم. نعم تبارك الله عليك. إذا الجملة صحيحة. والآن نمر للتمرين الرابع. شوفوا التمرين على الشاشة. أربط بسهم بين العبارة وما يناسبها. عندنا ثلاثة ديال العبارات وعندنا في الجهة المقابلة ثلاثة ديال الكلمات. نقرأ العبارة ونربطها بسهم ما بينها وما بين داكشي اللي كيناسبها. نقرأ العبارات. عندنا صوم رمضان استشعار العبد لمراقبة الله تعالى. الإيمان بالقدر خيره وشره. وعندنا في الجهة المقابلة كيف ما كتشوفوا الإيمان الإسلام ثم الإحسان. إذن شوفوا الآن العبارة الأولى. إلياس تفضل قرأ العبارة على الشاشة. صوم رمضان. جيد. شنو اللي كيناسب صوم رمضان إلياس؟ واش هي من الإيمان من الإسلام ولا من الإحسان؟ من الإسلام. جيد إلياس. الإسلام. إذن تعرفنا على أن صوم رمضان من أركان الإسلام. شوفوا الآن العبارة الثانية. استشعار العبد لمراقبة الله تعالى. زهرة شنو اللي كيناسب هذه العبارة هذه؟ غنوصلها الإحسان. جيد. الإحسان هو استشعار العبد لمراقبة الله تعالى. جيد زهرة. شوفوا الآن العبارة الثالثة والأخيرة. نعم الإيمان بالقدر خيره وشره. سلمى شنو اللي كيناسب هذه العبارة؟ الإيمان. جيد. الإيمان ونربطه بخط ما بين العبارة واللي كيناسبها. جيد تبارك الله عليكم جميعا. نشوفوا الآن آخر تمرين عندنا في هذه الحلقة واللي كيقول أتدخل لأذكر. عندنا واحد النص. نقرأ النص انتبهوا معايا. جارتي لا تواظب على الحضور للمسجد من أجل التعلم ولا تحسن التعامل مع الآخرين. إذن نطلب منا أبين لها بعض القيم التي يجب أن تستحضرها بإكمال الجمل بالكلمات والعبارات المناسبة. إذن شكون اللي يعاود يقرأ لنا النص؟ نعم خديجة تفضلي. جارتي لا تواظب على حضور المسجد للمسجد نعم من أجل التعلم. جيد خديجة تبارك الله عليك. نشوفوا الآن سلمى تفضلي. سلمى كملي النص. ولا تحسن تعامل. نعم شوفي اللام. شوفي اللام سلمى. تعامل. نعم جيد. مع الآخرين. جيد. ولا تحسن التعامل مع الآخرين. إذن من بعد ما قرينا هذا النص أشنو فهمتوا منه؟ نعم نشوفوا خديجة تفضلي. هاد الجارة مرة كتحضر المسجد تقرا مرة ما كتحضرش وفي نفس الوقت ما عندهاش تعامل مزيان مع الناس. نعم تبارك الله عليك. إذن أنتما غادي تدخلوا وغادي تذكروها ببعض القيم اللي خاصها تستحضرها من خلال ملء الفراغ بما يناسب من العبارات المقترحة. نشوفوا العبارات على الشاشة. إذن
كيفما شرنا من قبل أكمل العبارات بما يناسب. وعندنا العبارات جميع النعم الأمن والاستقرار للجنة. إذن هاد هما العبارات. وعندنا هنا مجموعة من الجمل، شوفوا الأولى: أطلب العلم لأنه طريق. وعندنا هنا فراغ اللي خصنا نملؤه بوحدة من هاد العبارات اللي بالحمر. الجملة الثانية: أشكر الله تعالى على. وعندنا أيضا فراغ. والجملة الثالثة والأخيرة: أتسامح وأتعايش مع الآخرين لتحقيق. وعندنا الجملة ناقصة خصنا نكملوها. إذن نبدأ بالعبارة الأولى اللي كتقول: أطلب العلم لأنه طريق. فاطمة، شنو الكلمة المناسبة أو العبارة اللي خصنا نديروها هنا؟ إلى الجنة. نعم، طريق للجنة. فعلاً؟ للجنة. تبارك الله عليك فاطمة. أطلب العلم لأنه طريق للجنة. شوفوا الآن العبارة أو الجملة الثانية. نعم سلمى، تفضلي قرأي لنا. أشكر الله تعالى على. نعم، وشنو الكلمة المناسبة؟ جميع النعم. جميع النعم، جيد سلمى. جميع النعم هي العبارة اللي ناقصة. نعم، شوفوا الآن الجملة الثالثة. نعم، تفضل خالد. أتسامح وأتعايش مع الآخرين لتحقيق. جيد، وشنو العبارة اللي خاصنا نحطوها تما في الفراغ؟ الأمن والاستقرار. جيد، هي هذه العبارة الأمن والاستقرار، وغادي نوضعها فوق النقط. تبارك الله عليك خالد. إذن من بعد ما ملأنا الفراغات وكملنا الجمل نقرأهم الآن. تفضل إلياس. أطلب العلم لأنه طريق للجنة. جيد إلياس، تبارك الله عليك. نشوفوا العبارة الثانية. خديجة، تفضلي قرأي العبارة. أشكر الله تعالى على جميع نعمي. على جميع النعم. تبارك الله عليك خديجة. نشوفوا الآن الجملة الثالثة مع سلمى. تفضلي سلمى. أتسامح وأتعايش مع الآخرين لتحقيق الأمان واستقرار. نعم، انتبه لهذه الكلمة، لتحقيق أماني الأمن واستقرار والاستقرار. تبارك الله عليك سلمى، تبارك الله عليكم جميعا. وبهذا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين غنكون وصلنا لنهاية الحصة. في الحصة المقبلة إن شاء الله غنجزو نموذج آخر من الامتحان. ننتقل الآن لمادة الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من مادة الحساب، وهاد الحلقة هذه غنخصوها للتدرب على التعامل مع الامتحانات استعدادا للاختبار الإجهادي ديال الدورة الاستدراكية. إذا نبداو بالسؤال الأول، انتبهوا معايا هنا على الشاشة. أملأ الفراغ بالعدد المناسب حسب الترتيب. عندنا أربعة ديال الاختيارات. عندنا الاختيار الأول هو ألف، والاختيار الموالي هو 120، والاختيار الثالث هو 9، والاختيار الآخر هو 30. وفي البطاقات عندنا في الأول على اليسار عندنا العدد 8 و10، ومن بعد عندنا 20 و40، والعددين الأخيرين على جهة اليمين عندنا 110 و130، والعددين الأخيرين في السطر الثاني عندنا 999 و1001. إذا المطلوب منكم هنا هو تملؤوا هذا الفراغ بالعدد المناسب، يعني هاد الاختيارات اللي عطينا هنايا. إذا نبداو بالعددين الأولين على جهة اليسار، ونطلب من زهرة تعاود تقرأ لي العددين. نعم زهرة. 8 10 و10. جيد. إذا في الفراغ شنو هو العدد من هاد الأعداد اللي عندنا هنا وغنوضعوه في الفراغ؟ 9. فعلا هو 9. جيد زهرة، نوضعه ما بين العددين، العدد 9.
والآن مروا العددين المواليين. نعم، ونطلب من فاطمة تقرأ لي العددين. 20 40. جيد، وفي الفراغ شنو العدد اللي غنوضعو؟ 30. جيد فاطمة، ونوضعو ما بين العددين 20 و40 العدد 30، ونمروا العددين المواليين. نعم خالد تفضل قرنا. 110 130. شنو اللي العدد اللي غنحط في الفراغ؟ 120. جيد خالد، نحطو 120. وبقاو لنا اخر عددين. نعم سلمى تفضل قرا لي العددين. 999 1001. جيد، اذا شنو العدد اللي غنوضعوا بيناتهم؟ 1000. فعلا هو 1000. جيد، والان مروا للسؤال الثاني. انجزوا العمليتين الاتيتين. اذا كما كتلاحظوا على جهه اليسار عندنا العمليه الاولى فيها 889 ناقص 174، وعلى جهه اليمين عندنا 382 زائد 215. اذا خذوا الالواح ديالكم ووضعوا العمليه الاولى ونجزوها على الالواح ديالكم. عندنا فيها 889 ناقص 174. رفعوا الألواح. جيد سلمى، جيد فاطمة، جيد إلياس، جيد خديجة، جيد زهرة. ونطلبوا من خديجة تقولنا كيفاش نجزت العملية. تفضل خديجة. 89 ناقص 4. نعم، عطاتنا 5. جيد، 8 ناقص 7 عطاتنا 1. فعلا 1. نعم، 8 ناقص 1 عطاتنا 7. عطاتنا 7. اذا شحال عطالك الفرق ما بين العددين؟ نتيجه 715. الان مروا العمليه اللي عندنا على جهه اليمين. اذا وضعوها حتى هي على الالواح ديالكم وانجزوها، وعندنا فيها 382 زائد 215. رفعوا الألواح. جيد 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 جيد. علي شوية صبورة زهرة. جيد، ونطلب من خالد يقولنا كيفاش نجز هذه العملية هذه. تفضل خالد. درنا 382 ودرنا 215. زدنا عليها 215. إذا كيفاش الطريقة اللي بديتي باش تنجز هذه العملية؟ بديت بالوحدات. نعم، 2 زائد 5 عطاتني 7. جيد، وزدت العشرات، 8 زائد 1 عطاتني 9. فعلا، وزدت المئات، 3 زائد 2 عطاتني 5. 5. إذا المجموع شحال عطاك؟ 597. جيد، وبهذا نكون انهينا التصحيح ديال السؤال الثاني. مروا الآن السؤال الموالي. إذا نقرأ لكم أحل المسألة. تنجز حليمة الواجب المنزلي على الساعة 4:30، وفي الساعة 5 تشاهد بث برنامج محو الأمي على التلفاز. أرسم عقارب الساعتين. إذا العبارة الأولى عندنا مكتوب فيها توقيت اللي كتنجز فيه حليمة الواجب المنزلي ديالها. إذا إنجاز الواجب المنزلي على الساعة 4:30. والعبارة الموالية
عندنا فيها مشاهدة بث برنامج محوي الأمية على التلفاز على الساعة الخامسة. إذا المطلوب منكم هنا هو ترسموا عقارب هذه الساعة هذه حسب الوقت أو التوقيت اللي كتنجز فيه الواجب المنزلي حليمة، وحسب التوقيت اللي كتشاهد فيه البث ديال برنامج محو الأمية على التلفاز. إذا نبداو بالساعة الأولى، في إنا توقيت أو إنا ساعة كتشاهد أو كتنجز أعتذر حليمة الواجب المنزلي ديالها. نعم سلمى، الرابعة والنصف. على الساعة الرابعة والنصف. إذا باش نرسموا هاد العقارب ديال هاد الساعة هادي، إنا عقرب غنبداو به سلمى؟ نبداو بالعقرب الصغير. العقرب الصغير يعني عقرب الساعات، وإنا اتجاه غنحطوه؟ الرابعة. فعلا نحطوه في اتجاه ديال الرابعة. جيد. ومن بعد سلمى شنو غنديروا؟ إنا عقرب غنرسموا؟ عقرب الكبير. عقرب يعني الدقائق، وفي أي اتجاه غنوضعوه؟ خمسة، ستة. في الستة، لأن فعلا تما اللي عندنا 30 دقيقة، يعني 30 دقيقة هي اللي كتعبر لنا على النصف. فعلا سلمى، نمروا الآن ونشوفوا إنا توقيت اللي كتشاهد فيه برنامج محو الأمية على التلفاز. نعم إلياس. مع الخمسة. مع الخمسة. وباش نرسموا هاد العقارب ديال هاد الساعة هادي، باش غنبداو إنا عقرب؟ غنبداو بعقرب الساعات. بعقرب الساعات، وإنا اتجاه غنوضعوه؟ اتجاه الخمسة. فعلا اتجاه خامسة. نعم. وبقى لنا عقرب الدقائق، فإنا اتجاه غنوضعوه؟ غنديروه في 12. فعلا في 12، لأنه هو اللي كيعبرنا على الدقيقة الصفر. هذا أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، كل حلقتنا ديال اليوم من مادة الحساب وصلت النهاية ديالها. كنطلب منكم تعاودوا تشاهدوا مضمون هذه الحلقة هذه على قناة السادسة أو بواسطة الإنترنت على الرابطين الإلكترونيين اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.